مجددا مشاهدينا بعد هذه المشاهد الدرامية، ضيفي لليوم من الدراما وأهلها، وهو مخرج إذاعي معروف، الأستاذ المخرج أبو بكر الهادي. حياك، أهلا بك حبابك. مرحب بك ومرحب بمشاهدي شروق، وأنا سعيد أكون معك، لكن لو سمحت لي في البداية أترحم على أستاذنا محمد سليمان عليه رحمة الله، رحمه الله وغفر. الرجل له إسهامات واسعة جدا في مجال الإعلام والإذاعة بالخص، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتقبله مع الصديقين. اللهم آمين. رحم الله الأستاذ محمد سليمان وغفر له، ربنا يرحمه. اللهم آمين. أنزله منازل الصديقين. أستاذ أبو بكر، لعل يعني تابعنا في هذه المشاهد عدد من الشخصيات، وأنتم الآن تقومون بعمل كبير جداً، تكوين اتحاد الدراميين أولاً، يعني حبيت أنه أدخل في هذا السؤال قبل أن نعرف المشاهد أو النقابة الدراميين. أيوة، قبل أن نتحدث عن أبو بكر بشخصه نتحدث عن الهم الأكبر. نعم. أولاً والله أنا سعيد مرة ثانية، وحقيقة هي نقابة بتشمل كل الدراميين في مجالاتنا المختلفة، ويعني بعد جهد جهيد إن شاء الله يعني يتوفق أخونا الرشيد أحمد عيسى أستاذنا وصديقنا، يعني فرجل ذو خبرات واسعة وعنده تجارب ممتازة جدا في أنه يعني يأسس للدراميين كينونة يقدروا ينطلقوا من خلاله. وأيضا حسب لقاءاتنا معه يعني في أنه هو لديه تصور واسع في أنه المسألة بإذن الله تمشي لقدام، وفي تقدير الخاص أنه توحد هو الأساس في أنه يقدر يقدمه للمشاهد والمتلقي والمستمع وغيره نماذج وأعمال متميزة إن شاء الله. نعم، كل التحية لأخونا نقيب دراميين رشيد أحمد عيسى، ونتمنى له التوفيق في مهمته، راجعة مهمة صعبة. حياك أبو بكر. يمكن المشاهد والمستمع أو المستمع أكثر يعني يتابع أبو بكر الهادي ويتعرف إليه عبر ما يقوم بإخراجه من برامج وأعمال درامية تحديدا في الإذاعة اشتهرت بها. أول نتعرف على مسيرة أبو بكر الهادي. أنا خريج كلية الموسيقى والدراما عام 96، عملت في الإذاعة من قبل ما أمشي لكلية الموسيقى والدراما، والاهتمامات كانت أصلاً من بدري شديد، يعني في فترة خاصة بالدراما والمسرح أو المسرح عموماً تلقينا دورات تدريبية أو كورس مكثف في قصر الشباب والأطفال عن المسرح تحديداً، ومن ثم مشينا أو مشيت كلية الموسيقى والدراما وواصلت العمل في الإذاعة. حقيقة الإذاعة أخذت مننا الزمن كله في أننا نشتغل في الأشكال المختلفة، يعني حتى الدراما ذاتها في الإذاعة نحن لما نجينا كان قدامنا فطاحلة، يعني ناس ما شاء الله أعمال متميزة، أعمال دقيقة، أعمال فعلا يعني عندها وزنة، فمن خلالهم اكتسبنا تجارب على حرفة على حرفة الإذاعة. الإذاعة ذاتها عالم، يعني في أنك أنت تنجز عمل درامي أو أي شكل من أشكال البرامج الأخرى. نعم. طيب أستاذ أبو بكر، الإخراج بالنسبة للبرامج المختلفة وبالنسبة للدراما أكيد هنالك اختلاف كبير، نعرف المشاهد على الاختلاف ما بين الإخراج الدرامي والإخراج للبرامج المختلفة. ونبدأ بالبرامج. البرامج بتتوقف على الصوت، وزي ما معروف الإذاعة كوسيلة أدواتها محدودة ما بين الصوت والموسيقى فاختيار بيواجه المخرج في الأول من الصوت اللي بيأدي هذه المادة. أيوة. فهي مادة مسموعة أنت عايز تحولها، مادة مكتوبة عايز تحولها إلى مادة مسموعة، وبتشحد هذه المادة بكمية من الجوانب اللي تخليها يعني قريبة للمستمع بتاعك، وانت عارف ظرفه ونفسياته إمكاناته ثقافته وتعليمه وبيئته والحاجات دي، فانت من خلال الجودة بتأسس لأنك تخرج
هذه المادة كيف؟ ده فيما يخص البرامج سواء كان مسجلة أو على الهواء أو كده. وطبعا الأشكال كثيرة يعني في أشكال تانية الوثائقية مثلا بتقرب للدراما إلى حد ما برضو في أنك أنت بتوفر وبتأسس للبرنامج بحيث أنه توصل رسالة يستوعب كل المتلقي في لحظة الاستماع المحدد. طيب يعني أستاذ أبو بكر من خلال متابعتك في الأعمال الدرامية يعني كيفية التحكم والسيطرة على المؤدين للعمل الإذاعي الدرامي تحديدا يعني يمكن أغلب المستمعين يشاهدوا عدد من أو يستمعوا لعدد من الدراما الإذاعية باختلاف شكلها وأكثر دراما كانت متابعة دكان وضع البصير عبد المطلب رحمه الله. الله يرحمه عبد المطلب رحمه واسعة وكل الذين يعني اللهم فقدتهم أو فقدناهم في هذه الأيام. حقيقة أنا كنت جايق على الدراما طبعا الدراما يعني دكان وضع البصير مثلا واحد من الأشكال الأسس لنفسه زمن طويل جدا وكان يحتوي أو يتضمن رسالة تاريخية في قالب الدرامي لمستمع السودان عموما يعني وفعلا لقى قبول عالي واستمر زمن طويل. لكن الدراما في عمومياتها أنت بي 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 كمخرج تحديدا بتواجهك في الأساس كيف تختار الصوت المناسب للشخصيات أو الأصوات المناسبة للشخصيات المتعددة في النص الدرامي. فمن قراءة النص الأولى ينبغي أو يفترض على المخرج هو يكون حدد منو من الممثلين اللي هم أصلا أنت معايشون يعني ما من برا. فهذا التنوع الصوتي بتوزع عليه الأدوار وبعد ذاك بتتفاوت الأعمال يعني الأعمال ذاتها فيها أنواع بسيطة وأعمال معقدة وأعمال مركبة وكده. فبالتالي تختار الشخصيات حسب ما يوحي لك به النص الدرامي. إضافة لذلك بتجي بعد ذاك عملية البروفات وعملية التسجيل ومن ثم آخر حاجة عملية المونتاج وهي العملية الأكثر تعقيداً في أنك أنت بتجمع كل الحياة دي في قالب يعني يطلع للمستمع يطلع جاهز للمستمع وكامل جاهز وكامل أو فيه بتدخل بتوفر البيئة بتوفر المكان يعني بتوفر الزمان هاي من خلال المؤثرات من خلال الموسيقى وهكذا. طيب أستاذ أبو بكر يعني أنت من خلال عملك كمنسق للتبادل البرامج لاتحاد الدول العربية حابين نتعرف على دور الاتحاد في الإعلام العربي وأيضا دوره هنا عندنا في السودان يعني ماذا وجدنا من خلاله. اتحاد الدول العربية تنضم تحت كل الإذاعات الحكومية للدول العربية بجانب الإذاعات يسموها المنتسبة اللي هي الإذاعات الغير حكومية. نشاطه بيتكثف حقيقة في الرسائل الأخبارية بأشكال مختلفة والبرامج المتعددة أيضا وهو يعني تقريبا يعني يمكن يكون ساهم في تعريف الآخر بالآخر بشكل واضح. يعني حقيقة كان في إشكالات في إنه الناس ما بتعرف بعض إلا من يعني أخبار عامة كده. لكن من خلال تجربتنا مع التبادل اللي هو بيتم عبر وسيط اسمه المينوس مركزه في الجزائر بيتم تبادل بتجينا برامج بنستقبلها نحن وبنرسل برامج وبنعرف الإذاعات اللي استفادت منها من خلال هذه المنظومة نفسها واكتشفنا إنه الناس بدأت تكتشف بعض بدوا يطلبوا مننا برامج سودانية ودراما وبرامج دينية وهكذا. تبادل برامجي تبادل برامجي. فافتكر واحدة من الرسائل أو الحاجات المهمة إنه الاتحاد يقرب الناطق العربي ده أو الناطقين بالعربي إلى بعضهم البعض. طيب ده يدفعنا نسأل هل هنالك تبادل في مجال الدراما تحديدا؟ أكيد وحسب الإحصاءات اللي قاعد تجينا لعدد من السنين هي من الأشكال المحببة جدا الدراما. يعني معظم الإذاعات بتطلب إنك يا أخي أرسل لنا مسلسل يكون كده مسلسل ديني مسلسل تاريخي مسلسل اجتماعي مسلسل. فمن ضمن الأشكال دي الدراما هي لاقية
مساحات أوسع في عدد كبير من الإذاعات. بجانب الدراما في شكل من الأشكال هي ندوات مشتركة بتكون ما بين بالاتفاق ما بين إذاعتين أو أكثر، في أنه الموضوع يكون محدد، أنه أنا عايزين نناقش موضوع محدد، مثلاً عايزين نناقش الإعلام والانتماء، دور الإعلام وكذا. فبيقوم الإذاعة العربية الأخرى مثلاً بتحدد ضيفة ومذيعة، ونحن بنحدد ضيفنا ومذيعنا، وبنلتقي عبر المنظومة اللي هي اسمها المينوس، فينا بندير حوار مع بعض، فينا نصل لحلقة متكاملة فيها كثير من النصائح، فيها كثير من المعلومات، فيها كثير من الأشياء الممكن يستفيد منها المتلقي العادي والمتلقي المتخصص. طيب في هذه الاستفادة تحديداً أستاذ أبو بكر، يعني مدى استفاد المتلقي أو المتدرب عفواً المنتمي للإذاعة الموظف، كيف يمكن أن يستفيد في مجال التدريب تحديداً من اتحاد الإذاعات العربية؟ أكيد الاتحاد من أشياء أو مكوناته اللي هو مركز التدريب، واللي هو كان في سوريا سابقاً لكن الآن أصبح في تونس، وعمل أسس مبنى متكامل، فبيطرح خلال كل عام دورات مختلفة على كل المستويات، على مستوى الإعداد، على مستوى التقديم، على مستوى الإخراج، سواء كان إذاعة أو تلفزيون. إذن أستاذ أبو بكر نشاهد هذا المشهد من حركة فن الكوميديا، ونعود لنواصل حديثنا. الله يبارك فيك. بس انا عيد هنا عامل ايه بقى؟ حركه مره. اسمع مصدر بيه جدا عندك بطاقه؟ ما انت معايا بطاقه؟ يا غنار يا غنار ده الليفيتر ايش؟ بس يا مالك حاجه الشاكوش والعصايه دي هتحطها هنا امانات ها؟ ماشي هتحطها هنا في الاستقبال امانات؟ يا سلام، يعني هاك جا حرامي تلف كذا في الغرفة، أنا عيني سايب عيني؟ حرامي شنو يا أخي؟ ياخذ فندق، والنزيل ده مسؤوليته علينا نحن يعني. النزيل منو؟ أنت ده؟ هوي أنا ما النزيل، أنا اسمي وطفجة خنار، أنت أجينا العسانة بتسمع؟ يا وطفجة خنار، الفندق ده فوقه أمن، وكل مسؤول عن سلامتك. هوي سلامتي ما فرط فوقها من. الله زمانك ابتدى حريص عليها. الفرار اللي لي معاه العكاز اللي ينوم معي في الغرفة. خلاص خلاص جيب 100 جنيه. 100 جنيه؟ ليش نوم؟ للفندق. أظن أنا ما دار أشتري الفندق، دار نوم نوم. ما هو عشان تنوم لازم تدفع 100 جنيه وتفجع النار. ايش يا حاج؟ الله يا اخي نايم لا شنو يا اخي؟ قلت لك لي ساعة قاعد هنا في المكان ده تبقني لا وأكون عسان. يا اخي ما انا عسان انا يا اخي. مين اللي فتح لك؟ قال لك وين 100 جنيه؟ قال لك وين اظن؟ انت قلت ما اقدر اشتري الفندق، ما اقدر اشتري. دار نوم لي يوم واحد كذا ومش يا حاج انت تسعيرتنا نحن كذا. اسمع انت سيد الفندق ده؟ لا انا موظف. موظف؟ انا ادري سيد الفندق. يا حاج اسمعني. علي الطلاق في الحين اللي هناك الديوان الليلي. ديواني يرقد فوق 40 نفر، 20 ينوموا 20 يكونوا واقفين، شفت كيف؟ بعد كله بكفون شايلوا جيبان. أمشي أمشي
امشي الله يرحمك خالتي امشي تبي ما يغرك يا زوج قلت لك امشي يا زوج الله يغرك تبي امشي 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 يا زوج امشي تدور امشي يا زوج امشي الو احمدين اهزل انت نمت ولا شنو كرم شنو نازل عليه الطلاق في الحله دي اكرم من العمود ما اهلا بكم مجددا مشاهدينا نعود لنواصل حوارنا مع الاستاذ المخرج الدرامي والاذاعي ابو بكر الشيخ استاذ ابو بكر حبابك مره ثانيه ابو بكر الهادي ابو بكر الهادي وتحيه للاخ والصديق ابو بكر الشيخ سبحان الله كنت بفكر فيه وانا مش لانه شفتيه في في المشهد الفاني بعتذر ابو بكر الهادي حبابك مره ثانيه حبابك وحباب ابو بكر الشيخ برضه وكل الله يكرمك الممثل والمخرج الاذاعي نعم. استاذ ابو بكر تحدثنا قبل الفاصل عن اتحاد الاذاعات العربيه والتبادل ما بينكم على اختلاف الاذاعات والتدريب في ذلك ياكي اكيد طبعا هنالك مهرجانات ومشاركات في هذا الجانب حدثنا ايضا اكيد الاتحاد بنظم مهرجان لكل الاشكال البرامجيه او لكل الاذاعات بشكل دوري وبيصنف الاذاعات الحكوميه في المنافسه الرئيسيه وبيصنف الاذاعات المنتسبه اللي هي غير اذاعات حكوميه في المنافسه الثانيه وبتتم كل اشكال البرامج بتطرح للمنافسه وكثير من الاذاعات او كثير من المشاركات عندنا في اذاعه ام درمان تحديدا تحصلت على جوائز مغيمه جدا بجانب الاذاعات الموازيه اللي هي والمنتسبه زي اذاعه بلادي هسه حاليا وايضا الغنوات زي الشروق طبعا كانت فتره مميزه جدا عملت حكاية السودانية أخذت جوائز عديدة في كثير من الأشكال البرامجية وهو مهرجان دوري بتتاح يعني بيتم التنسيق بينه وبين الإذاعات في فترة محددة والناس بتقدم عبر لجان محددة بيتم التصنيف طيب أستاذ أبو بكر يعني لعل الحديث عن الدراما السودانية يأخذ إلى عدد من الجوانب أهمها ما يجابه الدراما السودانية من مشاكل في هذه الفترة يعني سواء كان إنتاج أو غيره من المشاكل نعم هو لزمن طويل ظلت الدراما في كل أشكالها يعني بتعاني من كيفية الإنتاج السلس الإنتاج اللي يقدمنا لقدام ويخلينا نمشي لأبعد من الإطار المحلي لكن في رؤيتي إنه يعني ينبغي الناس بعد ده تتجه لأنه هي من خلال النغابة إن شاء الله بالتوفيق للاتجاه الخاص في أنها هي تنتج بشكل خاص وتطرح دراماتها لأنه الأجهزة حاليا بقت بعيدة عن الاهتمام أو من اهتماماتها الدراما بقت بعيدة يعني ما عندهم يعني إنتاج للدراما بشكل مؤسس فدي واحدة من المعضلات اللي قاعد تلاقي لكن هم في تصورهم حالياً إنه دارين يخلقوا صداقات أو أشكال بتاع التعامل مع الأجهزة الرسمية لكن في كل الأحوال أفتكر إنه حقه هم يلجأوا للإنتاج الخاص في إنه يصلوا به للمشاهد السوداني ويسمى إلى العالم نعم طيب أستاذ أبو بكر يعني الدراما الإذاعية بالرغم من أن لها يعني مستمعين كثر نعم. لكن هنالك يعني حديث أنها تفتقد للنقد ما رأيك؟ والله دي مشكلة بتواجهنا نحن حقيقة يعني مثلا المسرح والتلفزيون سهل جدا نسمع أو نتابع في متابعتنا في نقد تم على شغل ما في صحف في كده في كتابات أخرى أو في أشكال من أشكال النقد المطروحة لكن الدراما الإذاعية
وقاعد تفتقر للجانب ده. نحن ذاتنا متحيرين وبنتمنى وعلى استعداد انه لو جونا نقاد في انه يستمعوا او يدرسوا اعمال دراميه تمت بنتيح لهم الفرصه في انه يسمعوا ويتناولوا الماده في شكل نقدي، على الاقل نحن بنستفيد من النقد في اننا بيضيف لنا مؤكد، يعني ما في شك اي نقد بيضيف لك يعني في كل المجالات سواء كان على مستوى الكتابه او مستوى التمثيل مستوى الاخراج كده. فبتمنى انه الناس تتيح ونحن بنتيح فرصه للنقاد في انه يجوا يتدارسوا المسلسلات التمت عشان نعرف يعني احنا واقفين وين ونقدر نستمر لقدام. طيب استاذ ابو بكر، يعني السوشيال ميديا والحديث عن انتاج الدراما عبر السوشيال ميديا، يعني هل برايك تساهم في نشر هذه الدراما وانجاحها؟ والله مع التحفظ هي ممكن تساعد في نشرها وكده، لكن لعدم الكنترول عليها فبيبقى في بعض الاشكالات في انه يعني انت ممكن بشكل غير مباشر تسيء لحاجه من الاشياء او لفكره من الافكار او لايا كان يعني. فبتمنى انه الدراما من خلال يعني حتى على السوشيال ميديا، اتمنى انه تحديدا السودانيه انه نقابتنا يكون عندها سي فيها في انها توظف، لانه نحن مجتمع عندنا اصول عندنا تقاليدنا وعندنا عاداتنا وكذا، فما بنتحمل انه زول يسيء لنا يعني. اكيد هاي. شكرا لك ابو بكر الهادي المخرج الاذاعي، والفرصه اخيره لك ان تلقي بكلمه صغيره. نعم. لنقابه الدراميين بعد التكوين يعني قبل ان نختم هذه الحلقه. والله انا اشكركم في الاول، واتمنى لنقابه الدراميين أن يتوفقوا في المجهود اللي تم بعد جهد جهيد ومعاناة شديدة في أنه يقدروا يصلوا كل المشاهد أو يصلوا المشاهد السوداني والمشاهد الغير سوداني، وتكون دراما تمثلنا نحن فعلا. نعم، أشكرك أستاذ أبو بكر الهادي المخرج الإذاعي، وشكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة في هذه الحلقة من ظلال الأصيل والتي تابعنا من خلالها عدد من الموضوعات المختلفة، لعل أهمها الدراما في السودان، وأيضا قبل ذلك الحديث عن أهم ما يؤرق الشأن السوداني والمجتمع السوداني مخدر الآيس عبر استضافة لخبيرة ومختصة في هذا الجانب، وأيضا لقانا أيضا مع شاعر من شعراء السودان الدكتور عمر حسن. إذن مشاهدينا نشكر لكم حسن المتابعة ودمتم في أمان الله عبر لقاء جديد مرة أخرى من ظلال الأصيل.